تمنوا على انه تكون ملحمه تاريخيه اخرى لاسود الاطلس في المونديال. لا غنحطوا الماكسيموم بحق ما غاديش تكون سهله، ملي كتحطي واحد لو ماكسيموم بحال اللي حطيتي الماتش هذا غنشوفوا الدراري اللي ما لعبوش حتى هما نحطوا لهم الوقت ديالهم، واخا نبغيو نساليو ثوازيام مي غنردوا البال، عندنا بزاف ديال بليسي غنشوفوا. المهم هي حطينا الماكسيموم، دابا ما غاديش نفكروا في هذا الماتش، دابا غنرتاحوا غنشوفوا. المهم هي حطينا الماكسيموم، دابا ما غاديش نفكروا في هذا الماتش، دابا غنرتاحوا غنشوفوا غنجمعوا غنقول لهم برافو للدراري باسكو تقاتلوا، هادشي اللي كيأمني الماكسيموم. شوفوا الدراري تقاتلوا الدقيقه الاخيره كنا باغيين نديوها حنا الفرقه اللي قويه في الاطراش، كثير كتسنى غير دير لي غير هادشي اللي درنا في اول ماتش. يعني بزاف لعابه عطاو لي ماكسيموم، مزراوي دير مريض لعاب غادي مستانس حتى هو شفتي الدغيا غادي يدخلوا حطاو لي ماكسيموم، ما عندي ما نقول اللي كيحطوا الماكسيموم ما نقدروش نسجلوا. دوماج ما جاش هاد البوت باش يعاوننا حق ما كتبش المهم هي حنا الماكسيموم يسمحوا لنا الغربه. كنا باغيين نجيبوا كوب فينال بحق ما ان شاء الله. لا اله الا الله محمد رسول الله.